صباح الخير على حضراتكم، وقفة جديدة وفقرة جديدة من فقراتنا في هذا الصباح. الحقيقة وزارة الشباب والرياضة عاملة جهد مشكور جدا وجهد كبير جدا في تنمية الشباب المصري في كل المجالات، وعاملة طفرة الحقيقة في تأهيل الشباب لعدد من المراكز القيادية وتأهيلهم بشكل واضح جدا للتعرف على أجهزة الدولة المختلفة. من أجهزة الدولة طبعا الأجهزة البرلمانية والأجهزة الرقابية زي ما بنقول أو بيسميها الدستور، أن لازم يكون عندنا برلمان في بغرفتي طبعا مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الحقيقة وزارة الشباب والرياضة على غرار ما يقوم به البرلمان بالفعل أجرت أو بقى أصبح في نموذج محاكاة لمجلس الشيوخ ونموذج محاكاة لمجلس النواب، عشان يبقى الشباب المصري قادر أن هو يمارس العمل الرقابي منذ الصغر ويقدر الحقيقة يقوم بدوره ويقدر يطلع على كل ملفات ويحاول يدي نفس الاختصاصات ونفس ما يقوم به البرلمان يقوم به الشباب اللي لسه في مقتبل العمر، عشان بعد كده يكون مؤهل وبشكل واضح ان هو يكون موجود في البرلمان، موجود في الاماكن النيابية، في الاماكن اللي بتقوم بالاجهزة بها الاجهزة الرقابية زي البرلمان المصري بغرفتيه. الحقيقة ده موضوع مهم جدا 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 بنفتحه وبنتكلم فيه عن نماذج المحاكاة الخاصة بالبرلمان المصري بغرفته مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كمان من حسن الطالع زي ما بيقولوا ان فعلا في شباب في يوم من الايام كانوا موجودين في البرلمان ده هم حقيقي موجودين في البرلمان المصري، ومنهم طبعا نماذج مشرفة كثيرة جدا في البرلمان. فالحقيقة ده بيكون كمان دافع ليهم ان هم يجتهدوا ودافع ليهم ان هم يعرفوا قيمة البرلمان وما يقوم به من اعمال مهمه جدا لخدمه الوطن. خلينا نرحب بضيفنا الكريم اللي مشرفنا الاستاذ شمس زيدان عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ بوزاره الشباب والرياضه. مشرفنا استاذ شمس. اهلا وسهلا بك. خلينا نتكلم على فكره نماذج المحاكاه وفكره ان وزاره الشباب والرياضه بقى عندها فعلا تنميه للشباب المصري بكل الطرق الممكنه عشان يكون عندنا شباب قادر فعلا ان هو يواكب الاحداث ومطلع على كل الملفات بشكل واضح. احنا كوزاره الشباب والرياضه احنا يعني كشباب بدانا منها من الصغر، يعني وزاره الشباب والرياضه بتبدا من نشء من سن 8 سنين او من 10 سنين حد حوالي 18 سنه، تمام؟ دي حاجه اسمها الطلائع، وبعد كده في البرنامج من 18 سنه حد 25 سنه، ده البرنامج. وزاره الشباب والرياضه شافت ان هي كده ان هي مش هتقدر تكمل مسيره في الانشطه بتاعت الشباب وتعد قيادات شبابيه تاني وتنميها اكتر في خلال الفتره اللي جايه، سواء سياسيا او على المهارات الحياتيه الخاصه بيها. ففكرت في ان هي بتعد نموذج تاني. النموذج التاني اتفضل الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان هو يمد السن من سن 25 حد 40، عشان ياخد خلال الفتره دي ياخد الناس اللي هي ما قدرتش يكمل معاها. فحاليا دلوقتي احنا نموذج محاكاه الشيوخ بدانا فيه بحاجه الكترونيه، لان احنا الدوله حاليا دلوقتي اتجاهها الرقمي، فبدانا ان احنا نحفز موضوع ان احنا ندرب الشباب من دلوقتي، سواء اللي هو المنتخبين او المرشحين، خلال الفتره دي ان احنا خلال الفتره اللي جايه ان احنا لو اشتغلنا على الموضوع الانتخابات الالكترونيه يبقى عندنا فاعليه ليها، وفي نفس الوقت يبقى عندنا خبره ليها سابقه. يمكن احنا بدانا ان احنا الاول سجلنا ما قرب عن حوالي 36 ألف شاب على الموقع الإلكتروني اللي هو موقع الوزارة، اللي هم الناس اللي هي مثلا الجمعية العمومية. بدأنا بعد كده الترشحات بقى اللي هو على مستوى المحافظات. احنا في محافظة سوهاج كانت الجمعية العمومية عندنا حركة 1400 شاب فيها، تمام؟ دي الجمعية العمومية. وبدأنا بعد كده نشتغل في موضوع الإعداد الانتخابات. المرحلة الثانية كانت إعداد الانتخابات، برضو اشتغلنا زي مجلس الشيوخ بالظبط، لأن وزارة الشباب والرياضة بتطبق الموضوع ده زي الغرفتين زي ما قلت حضرتك، النواب أو الشيوخ، فبدأ يطبق زيها بالظبط. بدأ الترشح قائمة وفردي، بدأ الترشح على الفرد والقائمة، وبعد كده اشتغلنا احنا الدعاية الانتخابية الخاصة بينا، وادونا فترة سماح للدعاية، وفي كان يوم صمت انتخابي، وفي نفس الوقت بدأنا ان احنا نخلص كده في الدعاية، وبعد دخلنا في الصمت الانتخابي، بدأنا في التصويت لمدة يومين على القائم وعلى الفردي. كان يمكن فيه كان موضوع الحراك السياسي وزارة الشباب والرياضة، انك انت بتعدك، انك انت تشوف الضغوط وازاي انك انت تعد حملة انتخابية وازاي انك انت تسوق نفسك على الشكل العام، وفي نفس الوقت انك انت خلال الفترة اللي جاية دي انت بتديك حاجة اوسع
انك انت من مداركك، يعني كان في ناس مثلا تترشح على طول من غير ما تعرف يعني ايه مثلا التخطيط او الخريطه الانتخابيه او الاعداد الحملات والكسب والتأييد، ما كانش عندك انت خلفيه بيها. في الوقت الحالي انت بتعدك من دلوقتي بكل حاجه انك انت خلال الفتره اللي هي لما تدخل انتخابات بتدخل عارف ايه ادوارك، عارف ايه تخصصاتك، عارف ازاي انك انت تحدد الحمله الانتخابيه، عناصر الحمله هتنتقيهم ازاي، المتحدث الرسمي باسم الحمله، كل ده بتشتغل عليه. دخلنا في عمليه التصويت لمده يومين والحمد لله، وبعد كده دخلنا في عمليه النتيجه، انتظرنا النتيجه، بعد كده فتره الطعون، وفي نفس الوقت برضو نفس القصه اللي هي حصلت في مجلس الشيوخ. بدأنا بعد كده ان احنا ندخل في عمليه ايه بقى اللي عمليه خلاص ظهرت النتيجه والكلام ده كله. بدأ ان هو احنا حاليا دلوقتي عددنا في مجلس الشيوخ 300 شاب وفتاه، ومثل فيه برضو نفس الشيوخ، مثل فيه ذوي الاعاقه والاقباط، ومثل فيه المراه، فمثل فيه كل الفئات اللي تمثل في مجلس الشيوخ. حاليا دلوقتي تم التعيين برضو من قبل السيد وزير الشباب والرياضه وترشيحات الساده المحافظين والساده الوزراء والوزارات والهيئات الحكوميه، بدل انها ترشح حاليا دلوقتي تم تعيين حركة 100 نائب حاليا في الوقت الحالي. فالاجمالي كده المجلس عندنا احنا 300 نائب حاليا، وهم طبعا زي المعتاد 100 فردي و100 قائمه و100 تعيين بالظبط كده زي الدستور ما بيقول. بالظبط كده. بدانا ان احنا حاليا دلوقتي كان لنا اول مؤتمر، ده بدا اللي هو يوم السبت، ان احنا المؤتمر الاول للنموذج محاكاه الشيوخ. الموضوع ده يعني كان اللي هو التجربة الأولى من نوعها، لأن النماذج المحاكاة أو البرلمان أو الطلائع ده من زمان، ده أول تجربة لينا احنا وأول تجربة للوزارة إن هو يعمل حي نموذج محاكاة الشيوخ. وزارة الشباب والرياضة دايما إنها بتقدم للشباب الحياة الواقعية، تعمل زي السيموليشن أو محاكاة ليها على أرض الواقع من خلال التدريبات وتسقينا بالتدريبات. كان المؤتمر الأول ده احنا حاليا دلوقتي اشتغلنا على الشق الاقتصادي والشق السياسي، وفي سادة الضيوف، يعني احنا خدنا يعني بحر من العلم، سادة الضيوف قيمة وقامات كبيرة في خلال اليومين اللي عدوا دولة، وخلال احنا لسه قدامنا النهاردة وبكرة في المؤتمر. فخدنا المؤتمر يعني احنا المؤتمر بيتكلم عن ايه بالظبط؟ احنا بيتكلم عن الرؤية اللي هي خلال الواقعية، اللي حاليا دلوقتي احنا بنشتغل على ملفين، مصر كلها شغالة حاليا دلوقتي في الحوار الوطني على ملفين، اللي هو السياسي والاقتصادي. فبدأ ان هو الاجتماعي. احنا فبدأنا المحاور دي بتتقسمها وزارة الشباب والرياضة، كل يوم ناخده محور فيها، تمام؟ وحاليا ده هنبدأ من النهارده ورشات عمل، اللي هي ورشة العمل ده نشتغل عليها ان خلال الفترة اللي جاية دي ان احنا يبقى في ورقة عمل نقدمها للوزارة، والوزارة ترشح لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هايل جدا. الحقيقة برضه نماذج طبعا مجلس النواب المصري قدمت نماذج المحاكاة، طبعا يمكن عندنا نموذج حي دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، هو كان أحد الشباب بنماذج المحاكاة اللي طبعا خاض الانتخابات ونجح وأصبح بالفعل موجود في البرلمان المصري، وده هو وغيره كمان من الزملاء الآخرين في البرلمان. الحقيقة ده بيدل أن فعلا في حقيقة بتقدم أو في واقع بيقدم من نماذج المحاكاة، أن في أشخاص منهم بيتولوا الحقيقه مناصب واعضاء في البرلمان الان، ومش بس اعضاء عاديين، لا ده منهم رؤساء لجان واعضاء في اللجان. فبالتالي نماذج المحاكاه فعلا كانت مفرخه حقيقيه سياسيه، بتقدم نماذج حقيقيه للشارع وبتقدم نماذج حقيقيه للمجتمع بشكل واضح جدا. عايز اتكلم على الفكره دي بقى، ان انت تشوف ناس كانت موجوده في الاماكن دي اصبحوا في البرلمان فعليا، ده بيديكوا طاقه وبيديكوا امل ان فعلا ان انتوا تعملوه ده اكيد هيوصلكوا لحاجه في يوم من الايام. احنا كان عندنا على طبعا على مدار الاربع ايام معانا النائب محمد السباع، وده كان اساسا رئيس برلمان مصر على مدار الفترات متعدده، وفي نفس الوقت كان يعني هو كان ليه تسريح في 2008 قال ان انا ان شاء الله باذن الله انتظروني عضو مجلس نواب في عام 2020، وهو حاليا دكتور عضو مجلس الشيوخ. يمكن انت لما تشوف نموذج زي كده انت بتحبز نفسك انك انت لازم تضغط على نفسك اكتر. بس كان يعني انا خلينا ما قبل 2010 او ما قبل 2014 ما كانش اللي هي الفكره ان انت بتدي مساحه للشباب للانطلاق، سواء على المستوى الفكري او مستوى التنميه او السياسي او الاقتصادي. احنا حاليا دلوقتي شايفين مساحه كبيره خالص، وفي نفس الوقت مساحة ينطلق فيها الشباب، كل واحد هو يحدد هدفه ومستقبله ايه، سواء على المستوى التنفيذي او على مستوى الانتخابات او الشعبي، تمام، او التنموي. لا احنا شايفين الفكرة دي حياة حلوة خالص، انك انت وزارة الشباب والرياضة انك انت بتنمي فكرك. انا شايف ان انا خلال الفترة اللي جاية دي انا عندي 300 نائب نموذج محاكاة،
انا متوقع منيهم التلتين هيدخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب خلال عام 2024 في الترشح. ليه؟ انا عندي القيادات الشبابيه نموذج محاكاه ده، مجموعه من الشباب القيادات المجتمعيه والسياسيه والاقتصاديه دول اساسا مهتمين بالشان العام ومهتمين بالوطن بتاعهم، فهم عشان خاطر كده خدوا الفكره دي، وكل واحد عنده فكره وطموح ان هو يوصل للحياه دي زي نظام درجه سلم، فبيوصل اول حاجه درجه نموذج محاكاه، بياخد التاهيل وياخد التدريب، وبعد كده هو بيمكن نفسه بنفسه. لان انا حاليا ده وزاره الشباب والرياضه، انت خلال الفتره اللي جايه دي فهيكون عندك يعني مع العلاقات مع التنفيذيين، لكن انت مثلا في ملف معين خلال الفتره اللي جايه ممكن تشتغل عليه. الحياه الثانيه احنا مقدمين مقترح ان احنا طبعا للمجلس الشيوخ الحقيقي ان احنا خلال الفتره اللي جايه بقالنا لينك وتواصل معاه، بحيث ان احنا في توصيات في القوانين بتدرس في مجلس الشيوخ، احنا ممكن نبدا التوصيات ليها. مالكو زيارات كمان؟ هيبقى لنا زيارات، وفي نفس الوقت احنا التوصيات اللي احنا بنقدمها خلال المؤتمر ده، ان احنا البدايه كان عندنا امبارح المستشار بهاء الدين ابو شقه، طبعا قيمه وقامه دستوريه كبيره، تمام، واحنا حتى اتكلمنا معاه في الموضوع ده. احنا في 2014 كنا نموذج محاكاه لمجلس الشعب المحلي، قدمنا فوق اكثر من 34 توصيه في ماده المحليات في قانون المحليات. فاحنا حاليا في الوقت الحالي هنشتغل خلال الفتره اللي جايه ان احنا نشتغل على موضوع التوصيات في مجلس الشيوخ، ونكون حاجه يعني ايه، حاجه زي نظام ان احنا همزه وصل بيننا بين الناس في الشارع، وفي نفس الوقت ان احنا نشتغل على ورش العمل خلال الفتره اللي جايه، ونبدا من التوصيات دي لمجلس الشيوخ ونرفعها لوزاره الشباب والرياضه. طب كويس جدا، انتوا بقى دلوقتي حققتوا ايه فعليا؟ يعني عملتوا ايه منذ انتخابكم، ووصلتوا لحد فين، وايه اللي متوقع الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ احنا اللي احنا اشتغلنا عليه في الوقت الحالي الايام العدي دي زي نظام ان احنا كان في اجتماعات مصغره في كل محافظه بتبدا ان هي تشتغل على ورقه عمل في محور السياسه او المحور الاقتصادي. كل مجموعه حاليا وزاره الشباب والرياضه قسمتنا مجموعات ان كل واحد يبدي المقترح بتاعه اللي هو اشتغل عليه في المحافظه بتاعته بعد الانتخابات، ان احنا يقدم المقترحات دي في الورش خلال اليومين اللي جايين دول، وهتبدا ان هي المحاور دي نشتغل عليها المجموعات معينه، ونشتغل نطلع بورقه عمل اخر الاربع ايام اللي جايين. لو احنا قلنا خلال الفتره اللي جايه احنا متوقعين ايه؟ لا، احنا متوقعين حاجه كويسه، لان الدوله دعمانا دعم كامل بالنسبه للتدريبات والتثقيف، وخلال الفتره اللي جايه هيبقى لنا زي ما بتقول حضرتك زياره في مجلس الشيوخ، وهيبقى لنا زيارات مع التنفيذيين، وهيبقى لنا علاقات، لان احنا خلال الفتره اللي جايه لازم ندعم الدوله دعم كلي في الشق الاقتصادي زي ما قلنا، يمكن من اكثر محاور اهميه في الحوار الوطني. واحنا عندنا في نموذج محاكاه الشق الاقتصادي والشق السياسي. الشق الاقتصادي ان انا اشوف مثلا ايه مثلا الفكره اللي خارج الصندوق ان انا داعم فيها، مثلا المنتج المحلي، او ان انا اشجع المنتج الاقتصادي، او ان انا اشجع مشاريع تانية صغيره تتفتح للشباب، وده اللي احنا هنشتغل عليه في الافكار خلال الفتره اللي جايه في المحور الاقتصادي. المحور السياسي ان انا انمي الفكر، وفي نفس الوقت ان انا احارب الفكر المتطرف بالفكر وليس بالسلاح خلال الفتره اللي جايه، لان احنا خلينا واقعيين، الدول اللي بره بتحاربنا بالفكر. فالسياسة عشان تفهم سياسة صح لازم انك انت عندك انتماء للدولة، وتكون معروف يعني عارف كل ملفات الدولة، وعارف ايه الاثر اللي بيعود عليك لما الدولة بتتأثر بأي حاجة بتعود عليك من ناحية الاثر الاقتصادي، وده احنا كل بنتأثر بيه. فانت حاليا دلوقتي القامات والفكر اللي انت مثلا اللي بتاخده خلال الدورة التدريبية دي وخلال الفترة اللي جاية دي كلها، انت بتدخلك في المطبخ السياسي، يقول لك اهي الدولة قدامك وشايف كل حاجه. ليه؟ عشان لما يجي حد مثلا يقول لك مثلا الاقتصاد بتاعنا واقع، اقتصاد مش عارف ايه، تبقى عارف فعليا انك انت اقتصادك ماشي على بنى سليم. والدليل على كده امبارح كان في احد اعضاء النموذج، احد اعضاء مجلس الشيوخ امبارح في اللجنه الاقتصاديه، يعني بشرنا بشرى خير ان احنا خلال الفتره اللي جايه الاحتياطي بتاعنا بدا ان يتحول، وبدا ان هو ياخد خطوه لقدام، ودي حاجه كويسه برضه، بشرى خير بالنسبه لنا احنا. لما انت تنقل الفكره دي انت كشاب مثلا في مؤتمر زي ده، وتصريح يطلع من عضو مجلس الشيوخ وفي اللجنه الاقتصاديه، فانت بيديك امل خلال الفتره اللي جايه. لما يديك امل برضه انك انت مثلا قيمه وقامه زي الدكتور زي المستشار بهاء الدين ابو شقه مثلا يقعد معاك ويتكلم معاك انك انت عندك فكر وعندك طموح، وان انا شايف واحد، ده بيديك برضه خطوه لقدام. خلال الفتره اللي جايه انت بتنتج شاب مؤهل سياسيا واقتصاديا، هيعرف ازاي ان هو يدعم الدولة صح ويتحرك بطريقة صح خلال الفترة اللي جاية، لأنك أنت البرنامج القادم خلينا نبقى واقعيين أنه حريص كل الحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل اللي هيجي فيه بيبقى على يكون يعني مؤهل ومدرب على أعلى مستوى خلال الفترة اللي جاية، أنك أنت تدير دولة
زي حاجه احنا نقول عليها بتقول عليها الاعلام وبيقول عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمه الجديده. العاصمه الجديده مش هجيب حد ان هو مش مطور فكريا، مش مطور سياسيا، مش مطور اقتصاديا، ما عندوش، مش مؤهل لاي حاجه، ان انا مثلا يبقى عضو مجلس شيوخ او عضو مجلس نواب. الفتره اللي جايه دي في تحول رقمي جامد، وانا شايف ان هو التعامل حتى مع الاجهزه الحديثه في التصويت او خلال الفتره اللي جايه الالكترونيه في مجلس الشيوخ او مجلس النواب في العاصمه الاداريه، عايز ناس مؤهله ملمه بكل الملفات بالمجالات وبحاجه على اعلى مستوى. صحيح. طيب السؤال الاخير ليك بقى، طموحك ايه بقى الفتره اللي جايه على المستوى الشخصي؟ ان شاء الله باذن الله انا بطمح ان شاء الله عام 2024 عضو مجلس نواب باذن الله ان شاء الله. صحيح. وده اللي احنا بنشتغل عليه على فكره خلال الفتره اللي عدت دي كلها والفتره اللي جايه، من خلال ان احنا بنمسك ملفات معينه بنشتغل عليها وبنرفع رؤيه للمسؤول وتواصلنا مع المسؤولين. وده احنا خلينا واقعيين، الانطلاق ده بيبدا من رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه لما بيدي الضوء الاخضر لاي حاجه انها تبدا، التنفيذيين من راس الهرم للاسفل الهرم كله بيشتغل ان هو بيمكن الشباب وبيشتغل وبيتواصل مع الشباب. ونشكر من خلال القناه هنا طبعا السيد اللواء طارق الفقي على تواصله اللي هو الدائم مستمر مع الشباب محافظه سوهاج. يعني من الشخصيات المحترمه جدا ومع تواصل باستمرار معنا، والسيد وكيل وزاره الشباب والرياضه الدكتور محمد فريد. وبشكر كل المسؤولين في محافظه سوهاج لان احنا تواصلنا مستمر والحمد لله. احنا عارفين قيمه بلدنا كويس، وخلال الفترة اللي جاية دي هنقف معاها رغم ان هو احنا ايا كان الظروف اللي احنا فيها، كل واحد متضرر من الظروف بس حابب بلده. صحيح. ومش هيقدر ان هو يتخلى عنه. صحيح. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، شرفتنا استاذ شمس الزيدان عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ ووزاره الشباب والرياضه. شكرا جزيلا ليك، كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك. فاصل قصير وحوار من حواراتنا بعد الفاصل، ابقوا معنا دائما على شاشه النيل الاخبار. الى اللقاء.